السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة مرابطون، أهلا بكم. قال الوزير الأول الموريتاني يحيى الحدامين إن الحكومة ماضية في الحوار ومستعدة له تحقيقا لالتزام الرئيس الموريتاني الذي تعهد به منذ اتفاق داكار. وأضاف الحدامين خلال لقاء جمعه بنواب الأغلبية في البرلمان الموريتاني أن الأغلبية كفيلة بتحقيق مصلحة الشعب باعتبارها تمثل نسبة تفوق 80%، لكنها مع ذلك منفتحة على الطرف المعارض ومستعدة للحوار معه. طالب النائب البرلماني محمد محمود القرشي بتطبيق القانون، معتبرا أن بعض إدارات ووزارة الحكومة تعيش خارج القانون. وقال القرشي في كلمة له خلال لقاء نواب الأغلبية بالوزير الأول إن بعض الموظفين يعملون ببعض الوزارات والإدارات منذ عشرات السنين، وإنهم بذلك يعملون خارج الإطار القانوني. شكل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لجنة تضم رؤساء عدد من الأحزاب السياسية برئاسة القطب السياسي للمنتدى رئيس القطب السياسي للمنتدى محفوظ البتاح. وتعنى اللجنة بالاتصال بحزبي تكتل القوى الديمقراطية والتنوب الديمقراطي إيناد اللذين رفض استئناف اللقاءات مع النظام قبل تقديمه ردا مكتوبا على المقترحات التي سبق وأن تقدم بها المنتدى. انتهت الراحة البيولوجية المقررة للصيد التقليدي في موريتانيا والتي استغرقت شهرا، بدأ في 15 من أكتوبر وانتهى في 15 من شهر نوفمبر. وتهدف هذه الراحة إلى حماية الوسط الحاضن للأسماك في فصل التكاثر لتنميتها واستدامتها على اعتبار أنها ثروة وطنية تساهم في التنمية الوطنية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري جديد بحول الله، إلى اللقاء.